اسمي مرح واليوم صرت بطلة المياه. ببساطة أنا عملت كل الأشياء المطلوبة في قائمة بطل المياه، وهذا الملصق دليل إني بطلة المياه. ورجيت أهل القائمة، مكتوب فيها كيف نمارس عادات المياه الآمنة. إذا عملوها رح يصيروا أبطال مثلي، أبطال المياه. شرحت لهم المهام اللي لازم يعملوها. والجائزة ملصق دليل إنهم صاروا أبطال المياه. أخوي طلب ملصق. حكيت لأخوي إنه لازم ننهي المهام اللي في القائمة، وهي جمع المياه النظيفة والآمنة. تسكير حنفية المي لما ما نحتاجها، مثلاً لما نغسل إيدينا. وإذا كنت مش متأكدة من إنه المياه نظيفة، بسأل أهلي حتى يساعدوني. كمان لما نغسل الفواكه نحرص إنه ما نصرف مي كثير. نستعمل الصندل لما ندخل الحمام. بنهتم بنظافتنا الشخصية بعد استخدام الحمام. أخوي كان يعاني من مشكلة بوحدة من المهام، وهي تسكير قوارير المي منيح، فساعدته. وهلأ رح أوزع الملصقات اللي بتثبت إنهم صاروا أبطال المياه. وطبعاً لازم نحكي لأصحابنا والجيران كيف ممكن يصيروا أبطال المياه. بابا ساعدنا وحكى للجيران عن قائمة بطل المياه، وماما كمان شرحت للجارة عن القائمة. كلنا صرنا أبطال المياه.